مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات على شمال قطاع غزة. مصر تطالب إسرائيل بإزالة أي عوائق أمام إدخال المساعدات بريا إلى قطاع غزة. روسيا تتهم أوكرانيا بتنفيذ عمليات إرهابية للتأثير على الانتخابات الرئاسية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. منذ 7 من أكتوبر الماضي لم تألو القاهرة جهداً لمساعدة الفلسطينيين سواء على المستوى السياسي أو الإنساني. وتكثف مصر جهودها مؤخراً لإيصال المساعدات الإغاثية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين والتي تعد الأكبر بين مختلف دول العالم. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كثفت القوات الجوية بالتعاون مع نظيرتها الإماراتية طلعتها الجوية على مدار يومي 15 و16 من الشهر الجاري لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على شمال قطاع غزة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية المماثلة مع الأردن. في إطار تقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة طلعاتها من مطار العريش على مدار يومي 15 و16 من مارس 2024 لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف المعيشية الراهنة. هذا وتتواصل الجهود المبذولة في مدينة العريش ومعبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية واستقبال المصابين. واستقبل معبر رفح 23 مصابا لتلقي العلاج اليوم بالمستشفيات المصرية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. بعد التحية، يعني مجهودات مصرية كبيرة لم تتوقف منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة في شهر رمضان المبارك، في تجهيز عدد كبير من المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن حركة هذه المساعدات والشحنات التي تتواجد بصورة كبيرة سواء هنا في مدينة العريش، وكما تروا عن يساري عدد من الشحنات الخاصة والقوافل الخاصة ببيت الزكاة والصدقات المصري والمكونة من يعني مقدمة من 80 دولة مختلفة، هذه الشاحنات التي تذهب إلى معبر رفح، وشاحنات أخرى أيضا على متنها عدد من الدقيق أيضا تذهب لقطاع غزة مباشرة من خلال بوابة معبر رفح المصري. حركة المعبر اليوم نتحدث عن دخول ووصول 70 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى دخول 6 شاحنات للغاز، 4 شاحنات للغاز وشاحنتين للسولار، بإجمالي 6 شاحنات للوقود، بالإضافة إلى أن المعبر
المعبر لازال يستقبل أيضا المصابين والجرحى، استقبل اليوم 23 مصابا ليتلقون العلاج في المستشفيات المصرية المختلفة. إذا ما تحدثنا عن مسار آخر حددته مصر أيضا وهو المسار الجوي في مطار العريش، استقبل خلال الساعات الماضية طائرة إماراتية على متنها 23 طن من المواد الإغاثة وأيضا المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أنه كان هناك طائرة إماراتية أخرى لإجلاء بعض المصابين والمرافقين، يبلغ عددهم ما يقرب من 90 مصاب ومرافق للذهاب لدولة الإمارات الشقيقة بالتنسيق بالطبع مع السلطات المصرية، بالإضافة إلى أن كل هذه الشاحنات التي تتحرك وتتدفق في مدينة العريش ومعبر رفح أيضا سينضم إليها القافلة التي أعلن عنها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمكونة من 300 شاحنة بها أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وخاصة مستلزمات الأطفال. نتحدث عن أيضا استمرار المطبخ الإنساني في مدينة الشيخ زويد لتقديم عدد من وجبات الإفطار والسحور لأهالي قطاع غزة. مجهودات مصرية كبيرة تنفيذا بالطبع لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة بالنسبة لحركة الشاحنات والمساعدات في مدينة العريش ومعبر رفح. عودة إليكم مرة أخرى. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. رحبت مصر بوصول أول سفينة مساعدة من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القاهرة تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح وعبر الإنزال الجوي، مطالبا إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية ودعوتها لتشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة. أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس تجهيز السفينة الثانية المحملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك لإرسالها عبر الممر البحري. وأكد الرئيس القبرصي خلال مؤتمر صحفي وصول نحو 200 طن من المواد الغذائية إلى القطاع كأول شحنة تسلك الطريق الجديد لإرسال المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن السفينة الثانية تحمل 240 طنا من المساعدات في ميناء لارناكا في انتظار إشارة الإبحار. أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أحمد إيهاب جمال الدين تضامن مصر مع المرأة في فلسطين في نضالها من أجل حياتها ومستقبلها. وأشار في بيان أمام الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان إلى أن الوضع في غزة يتطلب تدخلا فوريا من المؤسسات الدولية، وأكد أنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جمع الأدلة التي من شأنها أن تساعد في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع لتقديم جميع المسؤولين إلى العدالة. أعلن مسؤول في الأراضي الفلسطينية في صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه لم يعد هناك أي مواليد بحجم طبيعي في قطاع غزة. وأوضح المسؤول الأممي أن 180 امرأة يلدن يوميا في القطاع المدمر فيما يعانين الجوع والجفاف. الواقع أسوأ مما أستطيع وصفه ومما تظهره الصور ومما يمكنكم تصوره. تلك عبارات كانت على لسان مسؤول أممي يصف بها أوضاعا كارثية تعيشها النساء الحوامل في قطاع غزة وأثرها على مواليدهن. دومينيك ألين مسؤول الأراضي الفلسطينية في صندوق الأمم المتحدة للسكان اختزل وصف الحياة في غزة بأنه لم يعد هناك مواليد بحجم طبيعي في القطاع. وخلال مؤتمر صحفي
مخيم افتراضي من القدس أعقب زيارته إلى مدينة رفح الفلسطينية، كشف المسؤول الأممي أن 180 امرأة يعانين الجوع والجفاف يلدن يوميا في القطاع. وعلى العكس وفي شكل مأساوي، يرصد الأطباء عددا أكبر من المواليد الذين يموتون بعد ولادتهم، وكيف لا وهم مواليد نساء ضعاف أرهقهن الخوف والتنقل مرارا والجوع والجفاف. ففي قطاع غزة المستشفيات أو حتى مراكز الإيواء تفتقر لوسائل التخدير التي تحتاج إليها الحوامل ممن يخضعن لولادة قيصرية، وهو ناتج عن رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح بمرور شحنات للمساعدات التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للسكان. شهادة المسؤول الأممي تضاف إلى مئات الشهادات والروايات التي تصف طبيعة مجازر الحياة في قطاع غزة، ولكن ممارسات الاحتلال التي لا تفرق في القتل بين أم ورضيعها بلغت من الهمجية، مما يجعلها غير مكترسة بمثل تلك الشهادات، لتبقى الأمهات سكلى إلى حين أن يستفيق العالم من غفوته ويحاسب الظالم على جرائمه. أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن وفد التفاوض برئاسة رئيس الموساد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين سيتوجه إلى قطر الاثنين. وكانت وكالة رويترز للأنباء أفادت في وقت سابق أن دوحة ستستضيف جولة جديدة الأحد بمشاركة مسؤولين قطريين ومصريين، وستركز المحادثات وفقا لوكالة الأنباء على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات، بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية المحتجزين الإسرائيليين إلى جانب المساعدات الإنسانية إلى غزة. إلى ذلك، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع يومي 8 و9 من أبريل القادم للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. كانت نيكاراغوا طلبت من محكمة العدل في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا. وبحسب نيكاراغوا فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب. استشهد أكثر من 80 فلسطينيا وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي لعدة منازل ومبان في مدينة غزة ومخيم النصيرات ومدينة رفح. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من 7 طوابق وتأوي نازحين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، كما قصفت منزلا مأهولا في شارع الجلاء بمدينة غزة، وأشارت إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين في استهداف قوات الاحتلال لمنزل في حي التفاح بمدينة غزة، بالإضافة لارتقاء شهداء في قصف الاحتلال لمنزل في حي النصر بالمدينة. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال استهدفت منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى ارتقاء 36 شهيدا وإصابة آخرين. وأعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 31,553 فلسطينيا وإصابة 73,546 في القطاع جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي. واحد
أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشيو أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وأكدت الخارجية على تضامن مصر الكامل لدولة الصومال في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها وسلامتها، مؤكدة إدانتها الشديدة لكافة صور العنف والتطرف والإرهاب، ومطالبة بتضافر الجهود الدولية للتصدي لها وتكثيف منابعها. أعلن الجيش الأمريكي أن قوات الحوثية أطلقت 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر. وأشار الجيش الأمريكي إلى أنه لم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات. وفي سياق متصل، أبلغت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أبلغا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحري غربي الحديدة في اليمن. وذكرت الهيئة أنها تلقت تقريرا من ربان سفينة تجارية أبلغ فيها عن وقوع انفجار على مسافة بعيدة من ميمنة السفينة، مشيرة إلى أن السفينة لم تتعرض لأضرار ووصلت الرحلة الخاصة بها في البحر. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية تتخطى حاجز 55% خلال اليوم الثاني من عمليات الاقتراع والتي تستمر حتى الغد. واتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بتكثيف الأنشطة الإرهابية خلال الانتخابات الرئاسية من أجل استقطاب مزيد من الدعم والأسلحة من الغرب. وأضافت أنه في واحدة من هذه الوقائع أسقطت طائرة مسيرة قاذفة على مركز اقتراع في جزء من منطقة زابوريجيا. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصرف فوري لمبلغ 15,000 جنيه لكل أسرة مضارة من ضحايا حريق العمرانية كدفعة إيجارية بديلة ومؤقتة لحين إصلاح العمارات والوحدات السكنية وإعادتها إلى أصلها. وخلال تفقده لموقع الحريق لمتابعة حجم الخسائر، أوضح مدبولي أن الدولة ستتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق. كما وجه رئيس الوزراء بأهمية الاطمئنان على السلامة الإنشائية للمباني وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة للوقوف على حجم الضرر وإعداد قياسات هندسية تضمن الوقت اللازم والتكلفة الخاصة بإعادة المباني لأصلها قبل الحريق. نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة يوم المجند تضمنت عروضا تدريبية وبيانات عملية عكست قدرة المجندين على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية. في إطار حرص وزارة الداخلية على إصقال المهارات الأمنية والبدنية للعناصر البشرية لأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة واحترافية، نظمت الوزارة احتفالية بيوم المجند والذي أظهرت مدى ما يتمتع به المجندون من لياقة بدنية وتدريبية كبيرة. العروض المتنوعة التي قدمها المجندون أظهرت كفاءتهم والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم داخل معسكر تدريب المجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن. فالأساليب التدريبية حديثة ومتطورة وتحاكي الواقع العملي والمستجدات الأمنية. قدم المجندون في الاحتفالية بيانات عملية متنوعة لمواقف أمنية تحاكي الواقع العملي،
تدربوا عليها باحترافية كبيرة وبما يؤهلهم لأداء أصعب المهام الأمنية وفي مختلف البيئات والظروف. منذ اللحظة الأولى لالتحاق المجندين بوزارة الداخلية لأداء خدمتهم العسكرية، تضع لهم الوزارة برامج تدريبية متطورة ذات مواصفات عالمية. أصبح المجندون مؤهلين للالتحاق بخدماتهم بمختلف المواقع الشرطية بعدما أظهروه من مهارات متنوعة عكست استيعابهم السريع لبرامج التدريب المتطورة التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها ليكونوا نماذج شرطية عصرية. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لقاء توعويا عن العقود التسويقية للمحاصيل الزراعية الصيفية للمزارعين من أبناء إحدى قرى مركز طمة بمحافظة سوهاج. محطات جديدة يصلها قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يستمر في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني من أجل تأمين حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية. في هذا الإطار نظم التحالف الوطني بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لقاء توعويا عن العقود التسويقية للمحاصيل الزراعية الصيفية للمزارعين من أبناء قرية الجباب بمركز طمة بمحافظة سوهاج. فكرة عمل زراعة عقودية لتسويق المحاصيل وزيادة بالتالي تنعكس على زيادة مساحتها وزراعتها، وبالتالي بنوفر المنتج بتاعنا. فكان كلف فخامة الرئيس بأن عمل زراعة عقودية لبعض المحاصيل زي فول الصويا، وكان بدأ من 3 سنين، من 21 كان حد سعر ضمان 8000 جنيه، في 22 كانت الأسعار رفعت شوية فعمل سعر ضمان 18000 جنيه، في 23 اتعمل سعر ضمان ده يعني هو أقل سعر استرشادي، ان لو السعر انخفض على كده انا هاخد من المزارع ب 18000 فول الصويا، لكن لو زاد حسب السوق العالمي. احنا بنزرع زراعه تعاقديه اللي ليها تسويق، وجينا الارشادات حسب الدكاتره اللي يجوا يدونا تعليمات ازاي نزرع وازاي نشتغل وازاي ننبت ازاي في الاخر التسويق، هم بيتولوا التسويق شغلهم. الندوة شهدت أيضا تعريفا للمزارعين بالزراعة التعاقدية وبيان مدى فائدتها. الصراحة نشكر الهيئة القبطية على تعاونها معنا في مبادرة إزرع، واشتغلنا مع بعض من السنة اللي فاتت في إزرع وحققنا يعني تارجت عالي خالص، والسنة دي برضو اشتغلنا مع الهيئة والتارجت ارتفع زيادة، وبعد زراعة القمح بدأنا في الزراعات التعاقدية الفول الصويا وعباد الشمس والسمسم ومحاصيل كتيرة تعاقدية. احنا بعد ما خلصنا مبادرة إزرع تقريبا ب 65 ألف فدان على مستوى محافظة سوهاج، احنا مكملين مع المزارعين على الزراعات الصيفية فول صويا وسمسم وذرة. الزراعة التعاقدية لا ترتبط فقط بالإنتاج الزراعي بل بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، كما يختص مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية بتوثيق هذه العقود بين التجار والمزارعين لضمان حقوق الطرفين. يتوافد المواطنون على معارض أهلا رمضان في سوهاج بالتزامن مع بدء شهر رمضان الكريم، وأشاد المواطنون بتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الشهر الكريم وبأسعار مخفضة عن الأسواق، فيما تشهد الشوادر متابعة من الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة مع ضمان جودة المعروض من السلع. مر حتى نهاية شهر رمضان ويوجد بالمعارض جميع السلع الغذائية، ويوجد بجوار المعرض معرض للحوم ومعرض للخضروات والفاكهة طبعا، والمعرض به تخفيضات هائلة خلال شهر رمضان في متناول الجميع. جيت واشتريت الحمد لله رز ومكرونة، وفعلا لقيت الجودة عالية وأسعار جميلة وكل حاجة كويسة ومتوفرة الحمد لله. معرض كبير والحمد لله متواجد فيه كل شيء، كل حاجة بأسعار
معقولة؟ الأسعار هنا حلوة، واللحمة ب 300 جنيه غير برا، والمكرونة والرز برضه كله حلو، والزيت وكل حاجة هنا حلوة. أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا مصانع سكر أبو قرقاس الجديدة عن بدء موسم استلام محصول البنجر كأول تخصيص لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية. وناشدت الشركة المزارعين والإصلاح الزراعي والهيئات المتعاقدة مع المصنع، ناشدتهم التوجه إلى مهندسي المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول البنجر، كما تأمل إدارة الشركة التعاون الدائم في توريد محصول البنجر الخاص بالسكر. انفراجة جديدة لأزمة السكر مع عودة مصانع سكر أبو قرقاس الجديدة للعمل مرة أخرى وبدء موسم استلام محصول البنجر، أول تخصيص لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية. وقد ناشدت الشركة المزارعين والإصلاح الزراعي والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2023-2024 التوجه إلى مهندس المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول البنجر. بداية تشغيل موسم عصير البنجر، بيستقبل مصنع برغاس ما يقرب من 1,000,000 طن هذا الموسم إن شاء الله، بطاقة يومية زائد ناقص 7,000 طن يومي، بكمية تاج من السكر تقرب من 800 طن بيتم ضخهم لصالح السلع التموينية. المصنع يستهدف 70,000 طن من السكر، إضافة إلى خط إنتاج جديد للأعلاف، وتم تصنيع معدات جديدة بأيد مصرية ساهمت في توفير الكثير من التكلفة لمعالجة مشكلة فصل الأتربة والشوائب عن محصول البنجر. تشغيل المصنع النهاردة وبداية افتتاح الموسم النهاردة لتوريد محصول البنجر، إضافة فيما يخص محصول السكر، ويكون إن شاء الله داعم كبير في حل أي مشاكل تتعلق بتوفر السكر. والسعر السنة دي مرضي جدا، السنة دي كويس جدا، يعني السنة دي السعر بالنسبة للسنين اللي فاتت كويس جدا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمصنع أبو قرقاس نحو 38,000 طن سكر قصب سنويا، إضافة إلى 78,000 طن سكر بنجر سنويا، مما يعزز من مخزون مصر الاستراتيجي من السكر خلال الشهور القادمة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. Thank you.
ختام النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات على شمال قطاع غزة. مصر تطالب إسرائيل بإزالة أي عوائق أمام إدخال المساعدات برياً إلى قطاع غزة. وروسيا تتهم أوكرانيا بتنفيذ عمليات إرهابية للتأثير على الانتخابات الرئاسية. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا دينا؟ ازيك يا هبه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ رمضان كريم. الله اكرم. اه والله ايامه حلوه وبيعدي بسرعه جدا جدا. رمضان شهر غريب بيجري هوا، يعني ست ايام كده عدوا من رمضان بالظبط. لا مش كده يعني، بعدين 24 كمان عدت بسرعه، احنا كده في نص مارس اربع، يعني ربع السنه طار. احنا في هزار، مش يا رب تبقى كلها ايام خير وبركه فرحه وسعاده يا رب. ربنا يعيده علينا جميعا بالخير. شكرا جدا يا دينا، شكرا يا هبه، واستاذنكم نبدا فقرتنا. اتفضل.